اجتماعات مجلس الوزراء صباح اليوم عن تقرير الوضع الصحي الذي اعتدنا أن نقدمه بشكل راتب. مجلس الوزراء عقد اجتماع مطول نهار اليوم استمر أكثر من 4 ساعات، ناقش فيه عدد من الأجندة، من بينها كانت إجازة تعديلات على بعض مشروعات القوانين، ومنها تعديل على القانون الجنائي ومشروع تعديل لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2020 وإجازهم، وسيرفع إلى الاجتماع المشترك لمناقشتهم ثم إجازتهم. أيضا استمعنا إلى تقرير أمني مطول عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في تولوس وفي كسلة وفي كادوغلي، قدم السيد وزير الداخلية بعد تجميع المعلومات من مصادر أمنية متعددة. ناقشنا أسباب الأحداث وتسلسل وقوعها وعدد الضحايا والمصابين والإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة هذه الأوضاع. النقاش المطول توصل إلى أنه بالتأكيد هناك دائما أسباب موضوعية للنزاعات، أحيانا نزاعات على الموارد أو السلطة والنفوس أو غيره، وأحيانا كثير جدا بيكون في قصور من اللجان الأمنية في الولايات وبطء في تدخل السلطات، ده بيساعد على تفاقم الأوضاع. ولاحظ المجلس أنه لو كانت السلطات المحلية الولائية واللجان الأمنية تدخلت بسرعة كافية كان يمكن قللت من عدد الضحايا الذين راحوا ضحية لهذه الأحداث، نترحم عليهم ونسأل الله أن يتقبلهم. أيضا من الملاحظات أنه كثير جدا من هذه الأحداث بتبدأ أحيانا بأسباب صغيرة جدا تكاد لا تذكر، لكن لأنه هناك شحن أحيانا، نفوس مشحونة أحيانا، بيكون في تحشيد إثني وعصبي وقبلي بيؤدي إلى انفجار الأوضاع لدرجة كبيرة جدا. ولا يخلو الأمر أيضا طبعا من الاستغلال السياسي، يكون في جهات سياسية بتستغل الأحداث لتصعيدها. المجلس أيضا لاحظ أنه في فجوة ما بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية، أحيانا في بطء في وصول المعلومات، وأحيانا حتى يعني ما بتصل في وقت معقول بحيث أنه يتم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجتها. وقرر أنه يرفع هذه الملاحظات للاجتماع المشترك مع المجلس السيادي في إطار موضوع إصلاح الأجهزة الأمنية حتى يكون للجهاز التنفيذي على اطلاع ويكون عنده قدرة على اتخاذ القرار السريع لمعالجة هذه الأوضاع، ومن بين أيضا موضوع تعيين ولاة الولايات والإسراع فيها بشكل كبير بعد التفاهم مع والحرية والتغيير والأطراف الأخرى ذات الاختصاص. المجلس أيضا استمع إلى تقرير مطول جدا عن الوضع الصحي في البلاد، سواء كان جائحة كورونا أو غيرها، قدمه الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة، ومعظم الاجتماع يمكن ناقش موضوع الوضع الصحي، جائحة كورونا، الخطوات التي اتخذت للتصدي لها. استمعنا طبعا إلى تقرير عن الإصابات اللي بلغت 1661 إصابة، ده عدد كما قلنا كبير ووصل مرحلة الانتشار المجتمعي محتاج إجراءات وسياسات. وزير الصحة أطلع المجلس على محاور السياسات الصحية المطبقة واللي حتطبق خلال الأيام القادمة، ووعد بأنه في الاجتماع القادم سيأتي المجلس الاستشاري لوزير الصحة بدون خبراء كبار يقدموا ملخص لمجمل السياسات الصحية التوصل لها على محاور 4، جزء منها يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، الاستعدادات تمت في الولايات، مراكز العزل والطوارئ، بروتوكولات العلاج، ثم المساعدات الطبية وصلت، والحمد لله فيما يتعلق بالألبس الطبية وصلت مجموعات كبيرة، وحتصل الآن مجموعة ضخمة جدا من الجالية السودانية بقطر، بالإضافة طبعا إلى التركيز على مسألة إعادة فتح المراكز والمستشفيات لغير مرضى الكورونا، لأنه كان في معاناة خلال الفترة اللي فاتت. وزير الصحة أطلع المجلس على الخطوات اللي اتخذت وبيتم إجراءك، أطلع المجلس أيضا على الوضع في ولاية الخرطوم باعتبار الولاية الأكبر تأثرا واللي فيها أعداد كبيرة من المصابين وبتحتاج إلى عناية خاصة وإلى مساعدات كبيرة من المركز. فيما يتعلق بهذا الأمر كما ذكرت المجلس ناقش تفاصيل كثيرة جدا وقدم توجيهات لوزير الصحة وحيتابع ذلك في الاجتماع الغادم. وصلا بهذا الأمر اليوم نشر خبر وحول توصية من اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء وهو الحرية والتغيير بإغالة وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم. الحقيقة الدكتور أكرم علي التوم كان في اجتماع مجلس الوزراء ثم بعد ذلك دخل في اجتماع مطول مع رئيس الوزراء بعد اجتماع مجلس الوزراء، يمكن إلى الساعة الرابعة كان موجودا بمجلس الوزراء. ما نحب أن نقوله على لسان مجلس الوزراء وعلى لسان السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا أنه ليس هناك أي اتفاق أو توصية أو إقرار من أي جهة بإقالة السيد وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم. طبعا ده قرار بيتخذه أصلا رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء. صحيح أنه نحن في إطار التفاهم والعمل المشترك بين الأجسام المختلفة المكونة للحكم بنستمع
إلى ملاحظات على أداء بعضنا البعض، ليس في هذا شيء طالما يحكمنا الهدف الواحد الأسمى وهو خدمة القضايا الوطنية بنستمع إلى ملاحظات. في الإطار ده كان عقد اجتماع فيه ممثلين لمجلس الوزراء والمجلس السيادي والحرية والتغيير لمناقشة قضايا المصفوفة. في آخر الاجتماع أثار بعض الأعضاء ملاحظات على أداء وزير الصحة، وفعلا في بعض الأعضاء في الاجتماع طالبوا بإقالة وزير الصحة، وكان الرد أنه هذا الاجتماع ليس هو المكان المخصص، لكن تم الاستماع إلى ملاحظاته باعتبار أنه لا ضير من الاستماع إلى الملاحظات ونقلها، وأخذ علما بالمطالبات بتاعت الأعضاء، ولكن لم يتم صدور توصية أو قرار أو غيره. لذلك نحن نحب أن نقول أنه هذا الخبر غير صحيح، والحمد لله أنه تم سحب الخبر من المواقع التي نشر فيها. ونؤكد أنه وزير الصحة ليس فوق النقد ولا فوق المساءلة، لا وزير الصحة ولا كل مجلس الوزراء، من رئيس الوزراء إلى كل الوزراء، هؤلاء وزراء أتت بهم الثورة، أتى بهم الشعب السوداني، وهم طوع محاسبة الشعب السوداني والأجهزة المختلفة الشريكة في الحكم في أي لحظة، لسنا كبيرين على ذلك. ولكن في نفس الوقت نحن النقد والمحاسبة بنتابعها بشكل يومي حتى داخل اجتماعات مجلس الوزراء. في الإطار ده برضو في بعض الأقسام الطبية كانت طلبت عندها ملاحظات على أداء السيد وزير الصحة للسيد رئيس الوزراء، فالسيد رئيس الوزراء دعاهم إلى اجتماع بعلم السيد وزير الصحة، ولكن فضل أنه ما يكون وزير الصحة موجود. السيد رئيس الوزراء استمع إلى ملاحظاته ونقل هذه الملاحظات في اجتماع تالي للسيد وزير الصحة، تناقشوا فيها وكان نقاش مفتوح جدا وفيه كثير جدا من الملاحظات. السيد وزير الصحة أصلا في الاجتماعات المختلفة وحتى في التقارير اللي بيقدمها هنا قاعد يقدم النقد لأداء الوزارة ويقول أوجه القصور هنا وهناك وكذا، باعتبار أنه ليس هناك شخص مكمل فوق النقد أو حتى فوق الخطأ. لكن مجلس الوزراء أيضا يؤكد ثقته في وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، ويقدر المجهودات الكبيرة اللي قاعد يبذلها الكادر الصحي والطبي من أصغر عامل في الأجهزة الطبية في المستشفيات المراكز الصحية في وزارة الصحة وصولا إلى كل الكوادر الصحية والطبية والمدراء المستشفيات والأطباء والاستشاريين والاختصاصيين وصولا إلى وزير الصحة ومجلس الاستشاري. وباستمرار التشاور مستمر، إصلاح السياسات والأخطاء هنا وهناك مستمر، ولكن نؤكد مرة أخرى أنه مجلس الوزراء أكد ثقته في السيد وزير الصحة وهو ماضي في أداء مهامه. ده كل ما بيمنع أنه نحن مفتوحين جدا للاستماع إلى الملاحظات والنقد حتى من شركائنا في الحكم، باعتبار أنه نحن يعني هدفنا واحد، ونعتقد أننا نعمل في خدمة الشعب السوداني وقضاياه، وأي نقد يوجه بحسن نية هو محل اعتبار ومحل تقدير ومحل احترام. السلام عليكم ورحمة الله.